جدا. بص اول سؤال مثلا اتفضل، مين صاحب هدف فوز الاهلي بلقاء الدوري الفاصل 2009 امام الاسماعيلي؟ احمد فتحي. فلافيو. فلافيو الفاول بتاع الفاول بتاع ده الجون الايقوني معايا ميكي جوه. لا والله انا والله ده احمد فتحي على غلط. مش انا قايل فلافيو معايا. فلافيو قبله. انا قايل فلافيو صح. الفار تاني. الفار تاني. الفار. انا مش شغال هنا ايه. صح. انا الفار. ده الجون ده جه 40 مره في الدوري. بيقول لك معايا 7 دقايق. مين صاحب هدف الزمالك الثاني في شباك الاهلي بنهايه كاس مصر 2015؟ باسم مرسي. باسم مرسي. 2-0. 2-0. هو اللي جاب الجونين اصلا. ايمن واضح انه اكتساح. ولا ماشي في ايه. نهائي دوري ابطال اوروبا 2005 بين ميلان وليفربول، مين سجل اهداف ميلان؟ مالديني واثنين كريسبو. اثنين كريسبو ومالديني. كريسبو كان 3-0 وبعد كده 3-3. خلاص الباشا كسب. طب ما انا قلت كريسبو والله. بس مالديني. لا هو مالديني جوليات ربنا. قلت كريسبو. انا ظالم. 2-1-0. ماشي. وايه 2-1؟ انا اقوم امشي ثانيه واحده. نهائي يورو 2000 بين فرنسا وايطاليا، مين سجل التعادل لفرنسا وفي الدقيقه كام؟ تريزيجيه في الدقيقه 92 او 94. لا ويلتورد. قلت الاول. انا قلت الاول والله. قلت الاول. لا هو يا بار. هو يحكم. ده قلت لزجيه. ده جاب مين اللي قال الاول؟ جاب جولدن جول. بس بقى الاول تقول. لا بقى انا قلت الوقت. بص هو ميكي قال كان، بس عارف ان ميكي بيحبك اكتر. بس انا قلت الوقت. انا قلت الوقت صح. مش عارف. طب انا قايل الوقت صح. ايه قلت في الدقيقه 93 او 94؟ يا حبيبي انت جبت اصلا جول تاني. مين قال ولتر ده الاول؟ كده 2-2 صح. لا هو قال الاول بجد ميكي. هو انت بتشكك في الحكم؟ راجل محترم جدا. لا بس مش كده بجد يعني. اخلص بقى عايز اكسب. طيب. باد لوزر جدا وهيبقى ده لازم ايمن يكسب. هو دلوقتي اللي بيكلم هو اصلا. بقول لك ايه، بص بقى الحلقه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2008 الاهلي كسب مين؟ نجم الساحلي. لا كسب السيمي في الفاينل ولا السيمي فاينل؟ الزمالك. الفاينل 2008 الاهلي كسب مين؟ كسب القطن في الفاينل، وكسب سيمي فاينل الماتش بتاع عمرو سماكه اسك. الماتش بتاع عمرو سماكه لسه عنده فرصه كمان. سيمي فاينل الماتش ده خلص 2-0. ها لا يلا. هو ايه اللي لا؟ نصف نهائي 2008. ترجي. لا النجم الساحلي. لا مش نجم. يلا كل واحد ليه فرصه كمان. اسم كمان. 2008 بسرعه عشان الوقت. هي فرقه افريقيه يعني، فرقه سمراء بس انا مش عارف. قول اسم هارت سفوك. بس اللي بعده اسك. اللي بعده انيمبا. تكسب بجد. بجد 3-2. حسيت ان انيام والله صوت فاطمه ميكا اللي جامدين. امال بتاع اسك بتاع عمرو سماكه ده انهي؟ ما يعني بنذاكر بقى مع ده. ماشي بنذاكر بقى. اما انتوا قاعدين في المسابقات كل يوم انا ما حدش مدخلني مسابقات. طيب امم افريقيا 2008 منتخب مصر كسب منتخب مرتين في الكاميرون افتتاح وفاينل اخيرا. حول ولا قوه الا بالله. كده 3-2-1. ما تنسوش بقى كل واحد يحفظ رقم، مش عايزين نصب. 3-2-1 ماشي. موسم 2021-2022 في الدوري المصري الاهلي احتل المركز الكام؟ تاني. تالت. الاول. 21-22 المركز الاول. 21-22 الزمالك هو اللي كسبان الدوري. يكسب. تالت. ايه؟ يكسب التالت. تالت صح عشان بيراميدز كان التاني. 3-3-1. صح. شد هيما. بقول لك انت بتقول كل المراكز اول تاني. يلا بقول لك ايه، ثانيه واحده بس يا كريم. انا فاضل لي ثلاث اسئله. طب ادي ثلاث. موسم 2017-2018 في الدوري الزمالك احتل المركز الكام؟ الرابع. اجابه واحده تكسب. 3-3 المجموعه الرابع. الله كمباك خطير ده. يا ستار يا ستار. في سؤالين لو جاوبتهم انت كسبت ان شاء الله. ان شاء الله عشان في ظلم. بطل كاس بس استنوا ما حدش يجاوب الا لما اقول. ماشي. بطل كاس مصر 2016-2017 كان مين وكسب مين؟ الزمالك وكسب الاهلي 3-1 في برج العرب. ماشي رايح. مين هيجاوب؟ خلاص يبقى بس المرسي 2-0. لا ما تقولش بقى خلاص انت قلت اجابتك. اجابه واحده عشان هم يجاوبوا. 2016-2017 كان مين بطل الكاس وكسب مين؟ الاهلي كسب المصري 3-2. مش 3-2. 2-1. ما كانش فارق معايا النتيجه على قد كسب مين. 2016 احمد فتحي. 16. طب والله انا جه في دماغي 2016 ماتش بتاع الزمالك. لا ما تقوليش جه لما لا يا اسطى. لا نعيده. لا والله اصل انت 2016. 4-3-2. اخر وقت. يلا لا احنا ما كملناش 2017. 4-3-2. 3-3-2. لا هو 4 كده. لا والله. لا والله. يلا معلش انا نص اجابه. انا ويلتر خلي بالك قايلها قبلك. معلش. مين بطل كاس مصر 2015-2016 وكسب مين؟ ما انا لسه قايلها. مين؟ الزمالك كسب الاهلي. بس مبروك يا باشا. 3-3. ما انا لسه مجاوبه اللي فاتت. ايوه ماتش بس ماتش بس مرسي بتاع 2-0. ايوه مصطفى. لا ده ظلم. طب انا عندي ليكم حل سريع بس انا فاضل لي نص دقيقه. ماشي.
هفصلها بينك وبين خلاص كانوا صاحبي وخلاص. كانوا هيسالكوا سؤال سرعه دلوقتي انتوا مين داني مالي 4-3-3 بس بس انت وانا قلت ويلت ويلت قبله عايز نسالهم هم اتنين سؤال سرعه ماشي سؤال خلاص انا بره المسابقه كام هداف اجنبي خد هداف الدوري المصري؟ 6 غلط ايه غلط غلط ايه كوارشي جو كوارشي مش غلط كوارشي مش غلط غلط لحد ما حد يقول الرقم لحد ما حد يقول الرقم ها 9 صح 9 ماشي هو ايه ده انا بقوله غير السؤال يقول لي حد بقى كده 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 السؤال اللي كسب عشان ابراهيم يحسب بوز لكن المسابقه الرسميه كسبها ايمن مصطفى بربعيه دي ايه دي ايه انا مش فاهم يعني بهزر يعني ده كاس السوبر يعني معلش يا مين لا دي دي بتبقى جائزه شرفيه دي بتبقى جائزتي بتبقى جائزه حضرتك بس حضرتك بتحبني اكتر ولا كده ايه بتحبني اكتر ولا كده انتوا اللي بحب اسلام عزه طب بتحب الكابتن ابراهيم اكتر ولا الكابتن حسام حسن لا انت لا لا ايه ده لا لا دي ما فيهاش لا لا انت مش فيهاش دي ما فيهاش هيضربوني والله حلو تقول هيضربوني لا انت عديتوا على الموقف ده كلكم يا نهار ابيض انت بتحبني اكتر ولا حسام بتحبني اكتر ولا ابراهيم لا 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 انت عارف ايه المشكله كابتن حسام لو سالك اصلا انت بتحبني اكتر ولا بتحب كابتن ابراهيم وكابتن ابراهيم مش موجود فانت بتقول له انت كابتن حسام ابراهيم على فكره كانوا بيحبني اكتر ليه يا كابتن يعني ليه يا كابتن ليه متورط طب اشكركم شكرا جزيلا كانوا ابراهيم ايمن والله الفقره النهارده كانت لذيذه قوي والله العظيم احنا بنتشرف ان احنا موجودين معاك حبيبي خلونا نكرر انا بحبك اكتر من كانوا على فكره عشان انت كسبتني حبيبي حبيبي حبيبك يا